ونرحب بالاعلامي مهيمن الابيض ضيفا بالظهيره لاول مره. يا اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. جمعة مباركة. الله يخليك وفرحان حقيقه يعني برنامج الظهيره وسعيد باللقاء الحلو ان شاء الله. يا اهلا وسهلا بك. بس اضاءه على سيرته، مهيمن هو حاصل على دبلوم في التربيه الرياضيه، يعمل مذيعا رياضيا واذاعيا، اضافه للتعليق الرياضي والدوبلاج الصوتي واغلب الشخصيات الرسوم المتحركه وحتى الدراما والافلام الوثائقيه، وهو حصل على جائزه افضل 6 معلقين في قنوات الدوري والكاس في الدوحه من مجموع 4500 متسابق من كل انحاء الشرق الاوسط. احنا خلينا نبدا حديثنا بهالجزئيه، انه شلون شاركت واللي حصلت عليه من خلال هذا العدد الكبير، يعني شيء ممتاز يعني. أيه. الحمد لله. احكي لنا عن هاي التجربه. بالبدايه المسابقه حاله حال ذا فويس، حاله حال عرب ايدل. بدت المسابقه عن طريق ابلكيشن، يعني حاله حال كم المسابقات الغنائيه، ومثلا المذيع مثلا اللي يسموها هي المعلق صوت المباراة. نعم. هي اسم المسابقة، معلق صوت المباراة. معلق صوت. نعم. المباراة بالتحديد. فكانت هي على 4 مراحل. نعم. أول مرحلة اللي هي مرحلة الصوت. المرحلة الثانية مرحلة الثقافة العامة. المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الأهداف. دائما يقولون المعلق وين دائما يكون ينحفظ عند ذاكرة الناس بالأهداف، لحظة تسجيل الهدف، يعني لحظة تسجيل الهدف. نعم. لحظة مهمة جدا. نعم. فتبقى بالذاكرة. نعم. فالبداية 4500 متشارك من كل الشرق الأوسط. طيب. بالبداية باوعت هالقد ما أنا أحاول، قلت هو هم مسابقه وهم تعالطوا بس. أيه. خطيه طبعا الاستاذ، وجه له تحيه الاستاذ عياض الصالحي. نعم. هو من بلغني. قال مهم اشارك حرامات انت. موهبه. نعم. واعلامي انت، فتقدر انت تقدم شيء. نعم. المهم دخلت للمسابقه العفو. نعم. فمرحله الصوت دزوا لي ايميل. عبرت مرحله الصوت. نعم. بعدين مرحله المعلومات. اللي هي الثقافة العامة. نعم. المرحلة الثالثة اللي هي كانت على المحك. نعم. مرحلة الأهداف. نعم. المرحلة الرابعة كان يسموهم نفس المباراة. مثلا يعطيك لقطة رقية. لقطة مثلا سلو موشن. نعم. فأنت هنا شو تعبر؟ كانت لي أتذكرك فد لقطة من اللقطات لاعب، يمكن اللاعب الإماراتي أحمد خليل، فدا يركض، فأنت هنا شلون تعبر الطريقة؟ لابد من اللاعب أن يتصبب عرق. ليس أتذكر هاي الجملة كانت ببالي. فهم رأسا بعدها تم اختياري، قالوا أنت ترشحت ضمن الخمسة الأوائل. بعدها دعونا إلى الدوحة. معايشة كاملة في قنوات الدوري والكاس. معايشة يعني على شكل احترافي. نعم. معايشة مع المعلقين. علقت في بطولة الكاس الدولية اللي كان يشارك بها بايرن ميونخ، ريال يعني مدريد. يعني طوق فرصة بعد اللي حققته. أكيد. معايشة كانت حتى مو دوا. معايشة. وكانت تعليق لايف. تعليق لايف مباراتين. العراقي الوحيد اللي أخذ مباراتين متتالية. نعم. يعني إيه كانت مباراة. كانت هاي أول مرة تعلق. أول يعني إيه أول مرة طبعاً أول على مستوى العرب، يعني بالإذاعة إحنا نعلق. أي. أول تصير مباراة نربط المونيتر ونحاول. نعم. ممكن نغطي بها مثلاً كمحلي ممكن. نعم. بس كتعليق على مستوى عربي. نعم. فحتى حشويانا قالوا الكلمة محسوبة عليكم أنتم. هنا نتعلقون من المحيط للخليج طبعاً يعني. مشاهدة. بالضبط. فالحمد لله أول ما طلعت من المباراة جتني إشادة. فقالوا مهيمن الثاني يوم عندك مباراة. حلو. اي كانت شلون بديتها؟ شلون بديتها؟ اكيد يعني بما انه هذا التعليق الاول على المباراة الكبيرة، فتبقى شلون بديتها؟ بديتها هيك اذكر هذا. سيداتي نساتي سادتي محبينا متابعينا في كل مكان وزمان، هنا في ملاعب اسباير تحت هذا العنوان، تشابكونز البرازيلي مع من؟ مع ايدهوفن الهولندي في واحدة حقيقة من المباراة المهمة. تحت هذا العنوان انت تتكلم عن المدرسة الهولندية الطواحين. بديت بهالنفس هذا. اي بس ايش قد يتطلب حتى تميز نفسك؟ اليوم في معلقين يعني لهم مثل ما نقول مدارس وبدوا هواي مقلدين لهم. بالضبط. ايش قد تحاول انه انت تتفرد يعني هو الحلو تبتعد عن، لانه احنا بدون ما نعرف انه تتاثر بال اكيد 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 الاذن الاذن هل قد ما نسمعهم طبعا. ايوه. هم اختاروني قالوا لي انت ما تقلد،
بس انت تميل، بس ما تقلد. حلو بالضبط، انت ما تقلد، انت ما تقلد. أيوه. بس انت عندك لون يعني مثل ما قلتي لي قبل اللقاء. أيوه. لون احنا نقول خليجي. نعم. لا اراديا يمكن اللغه العربيه تاثر مثل ما تفضلتي. أيوه. هذا الشيء خدمني. وطبعا هنا المعلق عندنا اخذنا محاضرتين كيفيه اعداد المعلق قبل المباراه، شلون تعد نفسك نفسيا للمباراه. ابدا مو شغله سهله، ابدا مو عمله نادره. احنا قالوا يعني الاستاذ فارس عوض يقول الاثنين يعني يلزمون الميكروفون، رئيس الجمهوريه والمعلق. تخيلي. اذا هاي الفرصه الوحيده هاي بعد ما رجعت لحد الان اللي اتيحت لك. كم دقيقه علقت؟ 8 دقائق وشويه. 8 دقائق وشويه، أي يعني هو قالوا انه 10 دقائق بس. أيه. المهم يعني 8 دقائق. كيف كانت ردود الافعال؟ الشارع الرياضي، لا الشارع الرياضي يعني لحد الان باليوتيوب يكتب الريد هذا المعلق اللي حصل على جائزه، معلق يسوي اثاره بالمباراه. نعم. اليوم المعلق رقيه هو معلق روائي. كيف انت تمزج المعلومه مع المخيله وعندك مباراه؟ صح، هي هنا انت قصه عندك. مو لعبة الكرة إلى فلان إلى فلان، لا لا، أنت كيف تكون روائي وكيف أنت تأثر بالمجتمع. طبعا. يعني أنت عندك مثلا شريحة من المراهقين كمثال. من الشباب، أنت هذا شلون تحد تأخذه إلى بر الأمان؟ شلون تأخذه إلى يعني تبعده من عالم الجريمة وتعرفون الظروف الصعبة؟ تأخذه مثلا هو يتأثر بقدوة، هو يتأثر بلاعب معين. نعم. تذكر له معلومة، تذكر له قصة، إضافة إلى إذا حبك هو فهاي نعمة. نعم. يعني أنت هنا راح تكون مثل ما يقول جماهيري. فالكلمة ولا أي مدى يعني وحدة همات المشكلة صعبة إنه تحافظ على الحيادية بالتعليق. بالضبط بالضبط، لأنه الآن ما أتصور بعض المباريات ما في حيادية، لأنه تشوف الحيادية تشوف الانحياز إلى فريق معين واضحة. يعني بالضبط، أنت لازم تكون أولا حيادي. بس مع اللعب الحلو يعني هو طبعا، بس يمكن اذا مباراه بلدك. نعم. ممكن تنحاز. اي طبعا، بس ما من الممكن انه معلق يذكر كلمه مسيئه. يعني على سبيل المثال ما نقول المنتخب العراقي اليوم ضد المنتخب الفلاني، ما من الممكن، ما هي مو حرب ضد، هي مع المنتخب. نعم. مع اذا بلد عربي الشقيق. نعم. لازم. كله كنا يعني مثلا ويا استاذ خليل البلوشي فبالشوط الاول. نعم. مباراه ايندهوفن طلعت قال لي عفارم عليك، قال بس ابي اقول لك شيء. قال ما في شيء اسمه دفاعات الفريق الفلاني. دفاعات معناها يعني كلمه يمكن عسكريه او هيك شيء بما معنى. قال لا، الى مدافعي نادي كاشيوا ملعوبه خلف مدافعي ايندهوفن. نعم. شوفي الدقة. وقلت لي ايضا نصحوك بالقراءة. بالضبط، يعني نصحنا الاستاذ حفيظ الدراجي انه انت لازم كل اربع ايام كل خمس ايام انه انت تكمل رواية او قصة او كتاب. لازم انت يعني اليوم الدنيا كلها تسمعك. نعم. فمن يسمعوك انت لازم تكون عندك مخزون عالي من الثقافة. صح. تعرف كيف تتكلم. هي مو بس مثلا مسألة موهبة او صوت. طبعا. لا طبعا. اكيد. انا قرأت مقال للصحفي القدير علي رياح كتبه يعني بعد ما انه فزت انت بهذا المكان، وقرأته كان منصف بشكل ودعا انه المعلقين الشباب انه اعطيهم فرصه بما انه هم يعني مثل حضرتك انه انت رحت بدون مجاملات بدون محابات وبدون واسطه وحصلت على هالجائزه، فالمفروض من ترجع انه تنفتح لك الابواب وتعطى فرصه. انت لحد الان بس 10 دقائق طوك على 10 دقائق. بالضبط. في قنوات رياضيه عراقيه المفروض تستفاد. هي مو بس العفو رقيه، مو بس مهيمن اليوم كمعلق رياضي. المهم اليوم هو اعلامي، ممكن يقدم برنامج ترفيهي كوميدي، ممكن ترفيهي كوميدي رياضي، ممكن يعني كثير، ترى الاعلام مجاله واسع. فهو مو مثلا حكرا على المباريات وما شابه، لا، بس مثل ما تفضلت انه لازم الموهبه. اذا يعني قال لنا سعي الشيبه نجم المنتخب المغربي كلمني يعني ورا ما انتهت المباراه، صحني قال انت هذا وقت ابداعك. اذا ما هسه تبدع، قال لي شو تبدع بال50 سنه مثلا او بال60 سنه؟ طبعا شو تتقدم؟ هذا اللي احنا نطلب يعني. بالضبط. في هذا المجال بغير مجالات عندما يحققون العراقيين نتائج المفروض انه من يرجعون تنفتح لهم الابواب انه يستفادون، يطورون خبراتهم، يبدون بالعمل يعني فنأمل خيرا ان شاء الله. هو يرجع، لا هو يبحث، يبدي عن عمل بعده.
بعد يعني ما يشفع للجائزة ولا شيء ولا الاختبارات كلها كلها بتشفع. احنا عكس الناس غريبين شويه. اي غريبين. طيب نجي مجال الدوبلاج. الدوبلاج اي الدوبلاج احكي لنا شنو قصتك ويا الدوبلاج. الدوبلاج من انا يمكن من انا صغير يعني حسيت انه مثلا تذكرين هالكرتونات مالتنا افلام الكرتون من نيلز من جريندايزر مسابقه كبرى بالضبط سندباد التليماج هاي الامور فاباوع لا انا اقدر مثلا اجيب هاي الشخصيه اقدر اجيبها بالوان وانا صغير. اي فلما كنت او من كبرت صرت مجال الاذاعه اشتغلت باذاعه المدى وقبلها بالسومر يعني فهنا لا بدينا نعرف انه شنو مثلا من نسوي مسلسل تعرف ان هذا شلون تكون مثلا شخصيه روائيه او شلون تكون مثلا تمثل شخصيه معينه. نعم فهنا بدات صقل الموهبه من ناحيه الدوبلاج. نعم هاي الصور اللي تمر على الشاشه من الجائزه اللي حصلت عليها هنا كانت المحاضره. نعم هنا التكريم مع الاستاذ عيسى الهدمي. نعم هاي الشهاده موجوده الان هي بالضبط. هاي مع هنا مع الاستاذ حفيظ الدراجي. نعم ايضا يعني كانت معايشه على على اروع ما يكون. هنا لحظه الاعلان الفائز. هنا الافضل صحيفه المونديال العراقيه مهيمن الابيض بالضبط. هاي الكواليس. طيب نريد نسمع منك دوبلاج الشخصيات الكرتونيه المشهوره. شخصيات مثلا افتح يا سمسم. افتح يا سمسم اي شخصيه؟ اي هوايه انيس وبدر. انيس وبدر نبدي؟ يلا عندنا موسيقى تطلع ما اعرف اذا فراس يقدر يطلع لنا مقطع من انيس وبدر ونسوي عليها الدوبلاج. هي طبعا هذا المقطع. هو هذا يلا تفضل. ارجوك يا انيس اذهب واشرب الماء. انا عطشان جدا. هذا مثل من التليفون بالسناب. بالسناب هي اسوي له ميوت. أرجوك يا أنيس اندلعت الحرب العالمية الثالثة عام 2008 عدنان ولينا استخدمت فيه الشعوب المتحاربة أسلحة مغناطيسية فانقلبت محاور الكرة الأرضية وأصبحنا نعيش كارثة إنسانية مؤلمة مر على هذه الكارثة يجب أن نعيش بسلام يا ماريا أوجي هكذا تعلمنا كل يتذكر هاي الافلام ماريا هاي بدر انا عطشان سوى به هو الانيس بلخ عطشان جدا نعم انا عطشان نيلز اهلا بكم يا اصدقاء في حلقه جديده من مغامرات نيلز نيلز وسرب اليوز اين ذهب نيلز يا اصدقاء هاي سناب هذا سناب اسوي له ميوت نعم بس شو ردود افعال الناس عليها؟ التليفون وكذا وينك والاعلان هذا اللي يقول لك بس فايدة اكسا ومورتون وكل سرب اليوز اتمنى يا اصدقاء ان عدت بكم الى ذلك الزمن الجميل مع مغامرات نيلز الى اللقاء الدوبلاج نعم. ومسلسلات وهالامور على ما فتحت وعلى ما صارت وعلى ما انسدت وهذا يعني حتى لو تبدي فماكو استمراريه يعني. فانت تسويها لمتعه شخصيه انه علي تقدر بس عليه انا اتمرن يوميا كوني كمدير تتمرن يوميا اتمرن من النفس من الصوت يعني لحد الان مثلا الخل ما اخلي ابد الخل ما ابد ابد يعني شاف شاف العود يخلي هيك الاوتار مالته هيك تايخه بالضبط هو نفسه طيب يلا بدي اسمع منك شلون تقلد جريندايزر ما كانت واضحه هنا هنا اي من يلتقي بهيكارو لا تخافي يا هيكارو لن اقتل ابدا ساذهب الى كوكب فليت هناك في ذلك العالم أنا وأنت والدكتور آمون إلى كوكب فليت نعم يا هيكارو هذا صوت الأستاذ جهاد الأطرش جهاد الأطرش أي بالضبط طيب احنا للاسف ما عندنا مثل ما قلت انه حتى هاي الدوبلاج والافلام كرتون يعني مساحتها بسيطه وتكاد تكون معدومه يعني ما موجوده نامل انه مستقبلا تلقي منافذ انه لكل هذه طاقتك وهذا شغفك بهالاشياء هذا انت قلت لي انه عندك خطه ايضا انه شلون توصل لهدفك فاليوم شنو هي خطتك الخطه حتى قبل الجائزه نعم مهيمن كيف حتى دخل للاعلام نعم إذا محلياً نبديها
إذا محليا مهيمن كان مجموع كل أسبوع نعم. يروح يطرق الباب على قناة نعم. السلام عليكم أنا كذا أنا تقدم نفسك تعرفين إحنا عندنا بالعراق روح بعد شهر الشهر طبعا يصير ست شهور وست شهور سنة نعم. كلش طبيعي يعني مع الأسف المهم بس هذا ما صابك بالإحباط لا لا طبعا لا أنا يزيدني إصرار أقول إصرار يعني نعم. كلش عاند أنقهر لأن أعرف نفسي عندي إمكانية نعم أي هذا واثق من نفسك نعم بالضبط الموضوع الثاني كنت بعد ما اشتغلت والحمد لله كمذيع بعدين أجمع راتبي على مدار سنة كاملة نعم. فأطلع من عنده سفرة فأجي بيها مثلاً لإحدى المحطات العربية لهنا أنا مثلاً نعم. أسوي اختبار وأسوي تيست وأنجح بالاختبار أرجع يمكن على سبب بسيط ما له علاقة بمهم اللي هو الإقامة نعم. مثلاً هاي واحدة من الأشياء وأرد أرجع وهكذا يعني إلى أن شوية جتي هاي الجائزة شوية عرفت الناس مهما ممكن إن شاء الله تكون لك فاتحة لعمل في القنوات الرياضية ليش لا إذا أنت إمكانية واليوم عندك شهادة من واحدة من أهم القنوات سيبي شوية تعزز فشوف هاي المحاولات كلها بالنتيجة وصلت إلى بدأت تثمر يعني. أي بدأت تثمر يعني هو هذا الأملنا بالشباب إنه ما يعني إذا فشلوا في مكان ما في وقت ما لا انما انه يكملون يطرقون يظلون الابواب ويسعون وراء حلمهم انت شنو رقيه انه اشوف نعم. هو من الشباب خطيه مره مرتين يصير عنده احباط يوقف نعم اي فعلى فكره الشاب العراقي مبدع جدا يعني باي مجال تخليه وكلش ذكي صح بس وفر له صح يعني هو يريد مساحه للابداع ما يريد شيء هو يريد مساحه للابداع وفرصه تعطى له بحق يعني اي بالضبط اي طيب انت تحب الغناء يحب طيب شنو رايك تسمعنا شوي لو شنو زين اقدر انطشها بش اسمه دوبلاج مثلا غير شيء يلا نختم بهذا اللقاء انيسو بدر انيسو بدر يلا هاي بدر انا عطشان جدا يا بدر هذه هي كعكات نعم انها كعكات من يجي هنا راح يدخل عليها راح يدخل عليها كعكي انا احب البسكوت البسكوت أمك منعتك من تناول الكعكات قبل الغداء صحيح بهالتعليم قبل فوش يقول لا لا أمي لم تمنعني أبدا حسن هذه كعكة اثنتان ثلاثة كعكات نعم سأتخيل أنني أشرب قدحا من الماء البارد يجيب علي منه بدر يجي عليه فأرجوك يا أنيس أريد أن أذهب إلى النوم حسن لكنك لن تذهب إلى النوم هذا الطريقه وهذا حلو انه نتلون بهذا الصوت طبعاً. يعني على صعب على فكره كلش صعب اي طبعا مهيمن الابيض اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله وان شاء الله يتحقق حلمك وتعطى الفرصه حتى تعلق طالما انه مثل ما قلت انه انت بديت بالخطوه الاولى فان شاء الله تكمل يا ربي طالما انه انت حاب هالشغله وتسعى بها وتجتهد في سبيل انه تتميز بها الله يبارك فيك واشكرك شخصيا حقيقه لان هو هذا يعني مو مجامله بس هو هذا دور الاعلامي ما يعلم غير ما هو معلوم ف يعني انت اعلاميه بمعنى الكلمه الله يشهد واشكرك انه تسلطين الضوء دائما على المبدعين على اللي عندهم طموح ويا ربي برنامجك من اعلى الى اعلى ان شاء الله تسلم شكرا جزيلا شكرا جزيلا تحياتي لوالده ان شاء الله تحياتي